مساء الخير عليكم جميعا، او صباح الخير حسب ما تسمعوا بودكاست. السفر لسويسرا انا الحظ لعب معايا دور كبير جدا الصراحه، يعني طبعا دعوات الاب والام ربنا يرحمهم ويغفر لهم، وتعرفت على مراتي في شرم الشيخ، ونزلنا بعد كده على القاهره. طبعا شافوا الاهل وكده، قعدت معايا اسبوعين في القاهره، وبعدين رحنا على السفاره والاوراق والحاجات اللي بيطلبوها في السفاره، وخلصت الكلام ده وجيت على سويسرا سنه 95. انا ما اعرفش حاجه عن سويسرا خالص، ولا اعرف طبعها ولا اعرف لغتهم ولا اعرف اي حاجه عنهم، غير بس ان هم جنيف دي بتاعت السلام وشويه شوكولاته، والناس اغنياء جدا وكلهم اغنياء وكلهم بيتكلموا 4 لغات. طبعا الكلام ده مش حقيقي. اللغه في سويسرا الالماني رقم واحد حوالي 62%، بعد كده بيجي الفرنساوي، بعد كده الايطالي، واخر حاجه لغه رومانشي. دول عددهم ممكن يعني يكونوا مثلا وصلوا دلوقتي مثلا بتاع 2000 بني ادم. يعني الرومانشي دي تحس ان هي كده لغه ماخده من الايطالي على الفرنساوي على الالماني على الانجليزي، لكن اللغه الالمانيه هي رقم واحد، زائد طبعا اللهجات السويسريه، يعني زورخ ليها لهجه، بازل ليها لهجه، بيرن ليها لهجه كده. يعني التعارف طبعا تم زي ما قلت لكم في مصر في شرم الشيخ، والحمد لله يعني قدر ونصيب كان مكتوب لي. يعني الاندماج في سويسرا مش صعب لو الانسان عاوز يحسن من اللهجة او اللغة، ويحسن من دخله ويحسن من فكره. العمل هنا متوفر، ما اكدبش عليكم، العمل متوفر، بس اللي يدور يلاقي زي ما بيقولوا. المدرسة أنا دخلتها بعد أسبوع واحد، قعدت شهر، كنت باخد 4 ساعات في اليوم انتنسيف كورس بيسموه هنا، وده عمل فرق كبير معايا، شجعني إن أنا أتكلم وأتعلم اللي هي البدائيات بتاعت إن أنت إزاي تتكلم مع الناس، وإزاي تدور على شغل مثلا، إزاي تدور على مكان، إزاي تطلب أكل، يعني الحاجات اللي هي الطبيعية جدا. وبعد كده مع الأيام أنت الواحد بيتطور لو عاوز. أنا كنت عاوز أتعلم بسرعة. في المدرسة كنا بنتعلم ألماني، احنا كنا في سنتر كبير، كنا في الدور الرابع، أنزل تحت بسمع لغة تانية، أخش المدرسة أسمع لغة ألمانية، فقلت لهم هما بيتكلموا إيه تحت، فدي حكايتي، دي اللهجة السويسرية، دي ما تتعلموهاش، أنتوا تتعلموا الهوختوتش. ماشي. طبعا التعب ان انت تتعلم وتتاقلم مع الجو هنا، لان جيت في شهر 2 وكان برد، وكنت جاي من الشرم والدنيا كانت دافئه هناك وكده، البرد هنا صعب شويه في الاول طبعا، لحد ما تتعلم بقى ازاي الملابس بتتغير معاك، الاحذيه لا مؤاخذه كل حاجه بتبقى جديده عليك، يعني كانك جاي في كوكب تاني خالص، من الدفا للبرد جامد، يعني درجات تحت الصفر والكلام ده احنا ما نعرفوش كعرب. يعني السؤال عن ايجاد العمل، العمل متوفر، العمل متوفر وبكثره كمان للي عاوز يشتغل. ماشي. كتير موجود، اللي عاوز يشتغل هيلاقي. عشان تلاقي العمل طبعا محتاج ان انت الاول، يعني لو انت متجوز سويسريه او انت متجوزه سويسري، ان هو يساعدك في كتابه الجواب بطريقه شيك، السي في بتاعك او بتاعك، بحيث ان انت تلاقي عمل بسرعه وسهل، بحيث كمان ان العمل ده هو اهم حاجه في الاندماج، الانتجراسيون ده مهم جدا عشان تبداي تعيشي او تبدا تعيش وتبدا تخش في ايه الحياه السويسريه بقى، والنظام، وتتعلم النظام وتتعلم كل حاجه، والمواعيد، وامتى تشتغل وامتى عندك راحه، يعني الحاجات دي برضو بتاخد وقت، ممكن تاخد سنين مع ناس لحد ما يندمجوا. انت بتروح الشغل وكل حاجه، بس ممكن ما تكونش منظم قوي زي السويسريين. المواعيد لازم نهتم بيها قوي، لان دي نقطه ضعفنا احنا كعرب او افريكان يعني بالذات كمان، وحتى كمان بتوع اسيا كمان عندهم مشكله يعني في عمليه المواعيد، لان السويسريين هيكل قوي في الحته دي، بتضايقوا جدا من تاخير المواعيد. دي كانت حاجه كده بسيطه عن الاندماج والسفر وازاي جيت والكلام ده هو في سويسرا. والحلقه القادمه ممكن بقى نتكلم تعليم اللغه مثلا وايجاد العمل، الاثنين دول هيكونوا نقطتين مهمين جدا، لان دي اهم حاجه ان انت تتعلم اللغه اللي انت رايحها في اي بلد، مش شرط سويسرا،
لغة البلد، فهم نظام البلد، نظام الشوارع عامل ازاي، نظام القطارات، نظام المواصلات عامة بمعنى أصح، ازاي بتشتغل المواصلات دي، مواعيدهم ايه، واللغة تمام يعني، وتتعلم حاجات كده بقى، عشان هنا الدولة هنا نظيفة جدا 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 يعني، في أمور كده لازم احنا نخلي بالنا منها، وطريقة الكلام يعني كعرب يعني او افريكان دي بتبقى باينة قوي اول ما تيجي انت لسه جديد ما تعرفش النظام وكده، فبتحتاج وقت شوية يعني، لكن مش صعبة. اتمنى لكم وقت سعيد، والى اللقاء اخر ان شاء الله، مع السلامة.